أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه المحطة. سنتوقف عند محطة إطلاق حملة إحميهم، وهي التي تتحدث عن عدم ترويج ومكافحة ترويج التبغ وأيضا المشروبات الروحية للأطفال دون سن 18 في محافظة رام الله والبيرة، وبالتحديد أيضا في بلدية البيرة وبلدية رام الله. نعم، ولا إذن دعونا نتعرف على جميع هذه التفاصيل مع ضيفتنا هنا في الاستوديو الأستاذة ملفينا الجمل، مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية رام الله. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. كيف أصبحتي؟ تمام الحمد لله. في البداية أستاذة ملفينا، خلينا نتحدث أكثر عن طبيعة هذه الحملة وإطلاقها. زي ما تفضلت، إحنا مبارح تم إطلاق الحملة من مقر محافظة رام الله والبيرة. الحملة سيتم تنفيذها بالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة يعني في الموضوع هذا، اللي هو بشكل رئيسي طبعا المحافظة، بلدية رام الله والبيرة، الشرطة السياحية، ومديرية صحة رام الله والبيرة. بتستهدف طبعا الحملة بشكل رئيسي مكافحة ظاهرة بيع والترويج للتبغ، اللي هون بنحكي عن الدخان، عن الأراجيل، والمشروبات الروحية لمن هم دون سن 18 سنة. الفئات المستهدفة بشكل رئيسي هي طبعا المقاهي، المطاعم، الفنادق، المحلات التجارية اللي بتقوم ببيع هذا النوع من الممنوعات إذا بدنا نحكي في هذا السياق. هناك قوانين مثل قانون مكافحة التدخين رقم 25 لعام 2005، كيف كانت مدرجات هذا القانون وكيف كانت تبعياته على أصحاب المحلات لعدم بيع دخان بالنفل؟ يعني زي ما ذكرتي، هو مش قانون جديد، يعني هو مقر ومعمول فيه منذ يعني سنوات. فبالتالي الحملة جاءت يعني مش للإبلاغ أو تعزيز، يعني هو الفكرة في تعزيز تطبيق هذا هي القانون، هي لنشر توعية أكثر ونشر توعية. فبالتالي أيضا الحملة كمان تضمن محاضرات توعوية لطلبة المدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وضمن نشاطات التوعية اللي احنا في البلدية بننفذها مع طلاب مدارس مدينة رام الله. وايضا عندنا كمان طلبة مجلس بلدي اطفال رام الله قام ايضا بتوزيع منشورات توعوية على المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم للتأكيد على أهمية التزامهم بهذا القانون. أستاذة ملفينا، سنذهب لمتابعة بعض المقابلات التي أجريت على هامش هذه الحملة، ومن ثم يكون لنا اللقاء بما تبقى من هذه المحطة لنتابع. كل شيء بنتمنى يكون ثقافة وتربية وليس حملة. الحملة تبدأ وتنتهي، بنتمنى أن يكون هذا تفعيل لقانون موجود، عمل مشترك لكل المؤسسات الشريكة اللي موجودة معنا لحماية أبنائنا. وبالأساس هي رسالة لكل أم، لكل أب، لكل بيت، إن هو الأساس في عملية التربية، وإحنا كلنا شركاء في هذا الموضوع لتفعيل القانون ولحماية أبنائنا من المضرات لصحتهم كما تعلم، ولمراقبة محالنا. وهي رسالة لتجارنا أن يكونوا كما كانوا دائما، قدر المسؤولية عندهم عالية، ويتخيل الواحد دائما كل واحد بضره أنه هو ابنه. كمان اليوم إحنا بنكرم دكتور وائل الشيخ ومديرية صحة محافظة رام الله والبيرة على حصولهم على التميز، ولازم نقول شكرا ويعطيك العافية لمن يعمل. دائما بننتقد، ولكن لازم نقول أيضا شكرا للناس اللي بتجتهد وبتنجح وبتتقدم وبتتميز في عملها. يعني هو موضوع حقيقة يعني أقلق المواطن وأقلق المسؤول، وموضوع شائك. يعني قد يكون القانون عاجز حقيقة عن ضبط هذه الظاهرة، لكن بحاجة زي ما شفتوا اليوم لتكاتف جميع الشركاء لمكافحة هذا الموضوع. بيع الدخان للأطفال واجهناه في الشرطة في عدة قضايا، بأنه الأب يرسل ابنه إلى محل تجاري ولا يعلم صاحب المحل أنه هذا يشتري لنفسه أو لوالده. هذه ثقافة الأهل، بأنه عدم إرسال الأبناء الأطفال الصغار خصوصا لشراء الدخان. أيضا ظاهرة الأرجيلي المنتشرة للأسف في مؤخرا في 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 الكوفي شوب والمطاعم والمقاهي، وخاصة من الطالبات. يعني احنا شاركنا قبل 3 شهور في شرطة محافظة رام الله والبيري عدة مدارس من رام الله، أشركناهم معنا في حملة توجهنا ل
لعدة مقاهي ومتنزهات بحث المسؤول بأنه عدم السماح لطالبات صغار أو طلاب صغار من يعني استخدام الأرجيلة هناك. يعني أولا هي هذا المشروع هو مبادرة من دكتورة ليلى محافظ محافظة رام الله البيرة لحماية طفولنا وحماية شبابنا من الانجرار وراء التدخين ووراء المشروبات الروحية، ووضع حد لأصحاب المحلات الذين يروجون مثل هذه البضائع للأطفال. هذا محرم ومجرم بالقانون ومحرم بكل الشرائع سواء السماوية أو الأرضية أن نقدم هذه المنتجات لهؤلاء الأطفال. المطلوب منا أن تكون هناك ثقافة ووعي لدى كل الجهات المعنية في ابتداء من البيت وحتى المدرسة ومن ثم المؤسسات المجتمع المحلي من أجل أن نجهز ونحمي هذا الشباب الذي نعقد عليه الأمل في معركة التحرير التي نخوضها من أجل الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشريفة إن شاء الله. طبعا في البداية احنا مش عم نحكي عن اشي جديد، احنا بنحكي عن دور بتقوم فيه البلديات بالشراكة مع الشرطة السياحية ووزارة الصحة. هذا الدور متواصل منذ سنوات، ولكن الهدف كان اليوم هو تسليط الضوء بشكل أكبر على قصة التدخين والكحول لمن هم دون 18 سنة. والهدف من هذا المشروع، من إطلاق هذا المشروع بهذا الشكل وبكل هذه الشراكات اللي كانت موجودة اليوم، هو انه نوصل رسالة للجميع بانه احنا حاسمين وحازمين في موضوع تطبيق وانفاذ القانون في موضوع التدخين لمن هم دون 18 سنة. الموضوع اصبح في الاونة الاخيرة يشكل حالة من الضغط على المجتمع بشكل عام، اولا على الجهات المسؤولة في تطبيق القانون، وبالتالي اصبح مطلوب منا انه نتخذ اجراءات قوية وسريعة في هذا الموضوع. رح نبلش في القضايا التثقيفية والتوعوية، عم نقول للجميع انه هذا موضوع اخلاقي قبل ما يكون موضوع قانوني. مطلوب من اولياء الامور انهم ياخذوا دور اكبر في مراقبة ابنائهم، مطلوب من الجهات المسؤولة انها تقوم بعمليات الرقابة والتفتيش بشكل اكثر جدية، ومطلوب ايضا من اصحاب المحلات باختلاف انواعها على انها تتقيد بالنظام والقانون وتكون حريصة على عدم تقديم اي شيء مخالف للقانون وخاصة للأطفال دون سن 18. الموضوع بخص أبنائنا، بخص هذا الجيل اللي إحنا كلنا أمل بأنه يكون هو الجيل الطليعي اللي رح يقودنا نحو الحرية والاستقلال. نستكمل الحديث مع ضيفتنا مديرة دائرة الصحة والبيئة في بلدية رام الله ملفينا الجمل. عندما نتحدث عن قانون مسن من عام 2005، لبعض الأمور أو بعض الأشخاص التزموا بهذا القانون والبعض الآخر لم يلتزم. الذي لم يلتزم ماذا سيكون القانون رادع له؟ نعم، يعني هو رادع قوي، وبالتالي العقوبات اللي تم إدماجها في هذا القانون هي فعلا رادعة، قد تصل إلى الحبس لمدة عام، تتضمن غرامة مالية بحد أدنى 200 دينار وقد تصل إلى 1000 دينار. أيضا المفتشين لديهم الصلاحية كمان بمصادرة جميع ما يتم ضبطه من مواد لبيع التبغ والأراجيل والدخان، وأيضا كمان المفتشين لدى مصلحية لإغلاق المحل أو المطعم أو المقهى، لأنه تعتبر هذه جريمة. يعني جريمة لابد من أن المخالف يكون العقاب له فعلا رادع، فبالتالي نعم القانون يتيح ذلك. إن شاء الله ما نوصل يعني لهذه المرحلة، لكن من يصر على مخالفة القانون لابد من وجود عقوبات. يعني أستاذة ملفينا، لما بنتحدث عن إشراك الأهل بهذه الحملة كيف رح يكون؟ يعني زي ما ذكرت سابقا انه الحملة سيبقى فيها نوع من التوعية مع طلبة المدارس، بالتالي ايضا مع المعلمين وادارات المدارس. الحملة ايضا ضمنت لوحات اعلانية في مركز المدينة وبعض مختلف احياء المدينة، بالتالي فاللوحات فيها بعض الرسائل توعوية موجهة لجميع شرائح المجتمع وبمن فيهم الأهل. كمان أيضا في نشرات توعوية تم طباعتها
سيتم توزيعها على طلبة المدارس محاضرات، فبالتالي أيضا يعني تم استخدام عدة وسائل توعية وإعلامية لنشر هذه الرسالة. طب كيفية الإبلاغ عن هؤلاء التجار؟ يعني هناك مخالفات العديد منها، يمكن المفتشين لا يستطيعون مراقبة 24 ساعة جميع المحلات التجارية وجميع ما تبيعه من تدخين وأراجيل وأيضا مشروبات روحية. صحيح، فبالتالي يعني هون العمل على موضوعين. أول شيء الجولات راح عندما سيتم تنفيذها إن شاء الله طبعا قريبا يعني خلال الأسبوع القادم، الجولات سيتم أيضا من خلالها توزيع لوحة، هذه اللوحة موجود عليها التعليمات، وبالتالي أي صاحب محل سيتم الكشف عليه هو ملزم بتعليق هذه اللوحة اللي تم إنتاجها من قبل الشركاء، سيتم إلزامه بوضع هذه اللوحة بمكان واضح لتحذير أي حدا بيرود يعني بتذهب لهذه المحلات أو المقاهي إنه نعم بضمن الالتزام بهذا القانون. فهذه كمان بتساعد أو بتنبه أولياء الأمور إنه في حال وجود مخالفة في هذه المحلات إنه تتأكد إنه هذه مخالفة وبالتالي توجه للجهة الرسمية. يعني طبعًا إحنا دائمًا بنوجه رسالة لمواطنين مدينة رام الله للتوجه للبلدية، على طبعًا عنا عدة أرقام واتصالات للتواصل معنا، مثلًا عنا أرقام مجانية 1800 101 101 و115. طبعًا إحنا دائمًا بنعزز أهمية ومسؤولية المواطن للإبلاغ عن أي مخالفات، مش بس لهذا الموضوع، لأي مخالفات قد إنه يواجهها المواطن في مدينة رام الله يتواصل معنا لأخذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن. لبعد الشيء إحنا بنشكر جميع أصحاب المطاعم اللي بيلتزموا بهذا القانون اللي سن عام 2005 وبيطالبوا بالهويات لحتى صحيح. يتم تنزيل أراجيل لبعض الطلاب أو بعض الطالبات. يعني صحيح، يعني احنا ما بدنا يعني نقول انه جميع المقاهي او المطاعم مخالفه، لا ما نهمش كمان الدار الايجابي اللي عم يعني يعمل فيه، لا بالعكس، يعني في مقاهي ملتزمه بشكل جميل جدا، وهذا احنا بنحب انه نعزز هذه الروح الايجابيه عند هذه المطاعم. وبارح في ضمن الاجتماع اللي كان امبارح في المحافظه تم طرح فكره كمان تكريم هذه المطاعم أو المقاهي الملتزمة بهذا الشيء، بتأكيد لأن هذا التحفيز لهم لحتى يضلوا على هذا المنحنى ويتمهم في صلب القانون. صحيح صحيح، فبالتالي قد تكون في مرحلة أخرى من هذه الحملة أن يكون في تكريم لهذه المقاهي والمطاعم اللي إحنا متأكدين أنهم ملتزمين، لكن في هذه البداية إحنا نركز على المخالفين ونتمنى أن تكون مش ظاهرة كبيرة وتكون بأعداد محددة، لكن إحنا منأكد أنه إحنا وصلتنا رسائل وإنذارات تؤكد لا أنه فعلا هذه ظاهرة موجودة ولا تقتصر على المحلات الشعبية، بل أيضا المحلات اللي بنعتبرها درجة أولى وفايف ستارز موجود فيها. فبالتالي يعني الحملة ستشمل جميع هذه الفئات، ونتمنى أن هذه الرسالة توصل، ونتمنى يعني أنه كمان أولياء الأمور يلعبوا كمان دور أساسي في هذا الموضوع، أنه بالبداية التربية تبدأ في البيت، فنتمنى التعاون جميع بتأكيد. الأطراف للوصول للهدف المرجو من هذه الحملة، نتمنى هذا الشيء. أكيد أستاذة ملفينا الجمل مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية رام الله، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير.